بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة النساء سورة عظيمة، سميت بذلك لاشتمالها على الأحكام المتعلقة بالنساء والمحرمات من النساء من نسب أو الصهر أو الرضاع، والمحرمات من النساء في الزواج أيضا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهي من السور التي اشتملت على أحكام الأسرة والأحكام التي تتعلق أيضا بالمواريث. واشتملت هذه السورة على تحريم الخمر لمرحلة من المراحل، لأنها حرمت بالتدريج، لم تحرم مرة واحدة. لو قال الله لهم لا تشربوا الخمر مرة واحدة لما كانوا ليستجيبوا، ألفوها طيلة أعمارهم. فكان التدرج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع التجارة، وإثمهما أكبر من نفعهما. كانت هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية جاءت في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني حرمها وقت الصلاة فقط. ثم جاءت بعد ذلك آية المائدة: فاجتنبوه مرة واحدة. وهذه السورة اشتملت على هذه الأحكام التي تبين حقوق الورثة وتبين ما لهم وما عليهم، وتبين تحريم الخمر وقت الصلاة، ثم جاء تحريمها بعد ذلك نهائيا. فكانت هذه السورة لها أثرها في معالجة مشكلات في المجتمع الإسلامي وإعطاء الحقوق لأصحابها في الميراث، الذي هو من أهم العلوم الفقهية والشرعية التي بها يعرف كل وارث حقه ويعرف كل ذي حق حقه. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.